السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي قناة شيف حليمة، ومرحبا بكم معي في فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم جوج تحليات ديسير، الصراحة كيجيو رائعين وسهلين ماهلين في التحضير ديالهم للسحور أو لهذا الإفطار. كنتمنى إن شاء الله يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. بقاو معي إن شاء الله نمروا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبه للمكونات كنحتاج جوج معالق كبار ديال السكر، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. كنحتاج 4 معالق ديال النشا، 250 غرام من هذا الفريز او فراغوله. هنا كنحتاج 250 غرام من ياغورت، يعني ياغورت ديال هذا الفريز، ونصف لتر من الحليب، وعندي هذا فانيلا. هنا في واحد كما كتشوفوا كسرونه، كنضيف الاول يعني السكر مع النشا وكنخفقهم دائما، كندمجهم بهذا الشكل هذا. من بعد كنبقى نضيف القليل من الحليب غير بالتدريج على هذا الشكل هذا، يعني دائما كنضيف القليل من الحليب باش حتى يعني كندمجوه بزاف مزيان باش ما يعملش لنا هذوك الكرات. من بعد كنضيف الحليب بالكامل، كنضيفه على النار اللي كتكون مهيله بالتحريك المستمر. صافي تيرجع ليا كما كتشوفوا القوام ديالو على هذا الشكل. وكنضيف اخر مرحله الفانيليا، كنضيفه في واحد البول وكنغطيه وكنخليه جانبا. بالنسبه للمرحله الثانيه كنشد كما كتشوفوا الطحانه الكهربائيه، كنضيف الفريز وكنضيف عليه الياغورت ديال الفريز، وهاد المكونات غادي نطحنوها مزيان، يعني كنطحنوه جيدا. من بعد ما كنطحنوا يعني الفريز مع هذا الياغورت يعني كما كتشوفوا مزيان، يعني كنضيف عليه المكونات الاولى يعني النشا مع الحليب، وكنرجع مرة ثانية يعني كنطحنو حتى كينسجم ليا هاد العناصر. غير جربوا ان شاء الله، اكيد غادي يعجبكم. صراحة كيجي القوام ديالو كريمي وكيجينا لذيذ بزاف بزاف، وكما كتشوفوا المكونات ديالو يعني بسيطة بزاف والطريقة التحضير ديالو مبسطة. من بعد كنضيفو فيه هاد الكيسان صافي، وكتضيفوا في الثلاجه حتى كيتماسك، وكتقدروا كتضاعفوا الكميه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، صراحه كيجي رائع كما سبقت وهذا وذكرت لكم، راه كيجي لذيذ لذيذ بزاف. غير جربوا القوام ديالو، راه كيجي كريمي وكيجينا الصراحه ساهل ماهل. بالنسبه لهذا التحليه الثانيه اللي هي كتجي رائعه وكتجي راقيه لا في المنظر ديالها، وكتجينا لذيذه بزاف وكتجينا هكذا صحيه. ان شاء الله غير جربوهم غادي يعجبوكم ونالوا الرضا ديالكم. هنايا كنحتاج كما كتشوفوا واحد 7 ديال القطع ديال هذا الفريز، جوج كيوي، جوج تفاح، جوج بنانات. هنا عندي التوت البري، يعني تقدروا تعملوه يعني الفاكهه اللي كتكون متوفره عندكم، وعندي البسكوت. كنقطع كما كتشوفوا يعني بالنسبه لهذا الفريز والتفاح والكيوي كنقطعوا بنفس الطريقه من غير البنان اللي كنقطعوا دوائر.
صافي. وكنعصر عليهم هنايا عصير الليمون باش ما كيكحش ليا التفاح، ومن بعد غادي نقطع البنان حتى هو نعصر عليه العصير ديال الليمون. غادي نحتاج لتر من الحليب، وغادي نحتاج 100 غرام من فلان ديال الكراميل. الا عندكم فلان ديال الكراميل اللي كيكون هكذا يعني ما كيكونش بني بزاف، انا متوفر عندي غير هذا من الاحسن، او الفانيليا. يعني كاين فلان ديال الكراميل اللي كيكون الصراحه ما كيكون فيه هكذا النسمه ديالو، ولكن ما كيكونش بحال ما كيجي يعني اللي كيكون بني بزاف. صافي كنضيف عليه القليل من الحليب، وكن هكذا كما كتشوفوا كندمجوا. انا عندي كتقدروا اخواتي كتعملوا يعني الكميه اللي على حسب الرغبه ديالكم ديال السكر. صافي وكنضيف الحليب، من بعد كنضيفه على النار، كنبقى بالتحريك المستمر صافي حتى كيغلى ليا ان شاء الله. من بعد كنقبط واحد المول، اي مول كيكون ان شاء الله متوفر عندكم في البيت ديالكم، يعني اي ديزاين بغيتو هكذا ديروه، يعني ولا دير تعملوا سل هاد في واحد الكؤوس هكا كيجيو صراحه فرديين كيجيو احسن. صافي هنايا كما كتشوفوا كنضيف الفواكه على الطريقه هذه. هي الصراحه ننصحكم بهذا الديسير هذا، تعملوه في الفرديين في كؤوس صراحه كيجي رائع، يعني كيجي عملي. وصافي كنضيف البسكوت من الفوق على الطريقه. من بعد كنضيف الفلان ديال الكراميل لهذا الشكل. يعني كتبقاو كضيفو بالتدريج صافي، وكتخليوه يعني حتى كيحيد منه داك يعني هذاك البخار، وكتعملوا البلاستيك غذائي وصافي كتدخلوه للثلاجه. قد ما خليته في الثلاجه حتى كيتماسك ليكم مزيان، تقريبا هكذا ساعه ونص، يعني على حسب يعني هكذا ملي كتبغيو تعملوا اي ديسير يعني كتسبقوه دائما في الصباح هو الاول باش ما كيتماسك معاكم. هكذا عملت ليه الصلصه ديال الكراميل من الفوق واللوز على هالطريقه هذه قدمته. غير جربوهم التحليات راه كيجيو ولا اروع، يعني كيجيو ساهلين مهلين. وان شاء الله ما تنساونيش في اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وبارطاجيو دائما الوصفات ديالي مع الاصدقاء والاحباب. وبسلامه عليكم، خليتكم.